إذن أهلا بكم، ومباشرة نرحب بالباشمهندس مروان عبد المحمود عباس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، صباحكم خير. أخونا الأستاذ خليل، أستاذنا محمد عمر، مرحب بك، صباح الخير عليكم. الله يبارك إن شاء الله لنا نوفق في أنه نصبر أغوار الموضوع اللي حنطرقه الليلة إن شاء الله. إن شاء الله، وموضوع كبير بالمناسبة، موضوع مهم جدا وشيق وشيق. نعم معناه محمد لازم نبدأ بالسؤال الأول فيما يتعلق بالتعريف. تعريف القانون هو شنو؟ نعم، قانون الجذب هو يمكن من الحياة القديمة جدا، ويمكن استخدموه قدماء المصريين، بعد ذاك انتقل للحضارة اليونانية، بعد ذاك يمكن أخذ فترة طويلة جدا، كان زي ما نقول حصل له إهمال، لكن كان في زي تناسي. فالمصريين القدماء كان حققوا منه أهداف كبيرة جدا. هو طبعا بيتحكم في إنه كيف إنك أنت تقدر تحلم لمستقبلك قدامه، يعني كيف تقدر تصنع مستقبلك، تصنع مستقبلك وتصنع مستقبلك. ويا خليل، حتى يعني صناعة المستقبل دي من أهم الأشياء اللي تقريبا بيركز عليها قانون الجذب. نعم، هو الأساس يعني. نعم، نحن بنسعد جدا إنه يكون معنا باشمهندس مروان، وسعداء جدا بكل الاتصالات والمشاركات التي تأتي من خلال خطوط التواصل بيننا وبين السادة المشاهدين. أرقام الاتصال الآن هي تظهر على الشاشة فيما يتعلق ببعض الأسئلة، فيما يتعلق ببعض المحاور والاستفسارات كذلك اللي حنواجهها مباشرة للباشمهندس مروان. نعم، ركزنا إنه موجود كان. نعم، قديم قانون الجذب، وحقق فوائد كثيرة جدا للمصريين القدماء. نعم، يمكن بعد ذلك جاءت في العقود القريبة أو العهود الحديثة، ظهرت علم التنمية البشرية أو علوم التنمية البشرية بصفة عامة، لأنها هي مجموعة العلوم. اتخذ قانون الجذب منحى آخر، اللي هو الفكرة في إنه كيف نحن نطور من الفكرة بتاعت القانون الجذب. الغربيين بصفة عامة، يمكن لأنه معتقداتهم بتختلف من المعتقدات بتاعتنا نحن كمسلمين، هم أرجعوا الحاجة دي للكون. أيوة، يعني إنك أنت تطلب حاجة من الكون والكون يستجيب لك، وبيتعامل بفهم إنه الإنسان عبارة عن طاقة، والطاقة دي إذا فعلت بتخرج ذبذبات، الذبذبات دي تخرجها للكون وتطلب فيها الحاجة العاوزة، بعد ذاك في ارتداد الذبذبات دي بيديك راجعة شكل تحقيق للحاجات اللي أنت تطلبها من الكون. نحن عندنا في الإسلام الحاجة دي منتفية تماما. نحن عندنا فهم إنه الجذب هو ما يعادل الجاذبية. يعني الجذب بنفس مقدار الجاذبية. الجاذبية قانونها بيعتمد على إنه الأجسام عندها مقدار، مقدار ده هو بيتحكم في إنه بتكون القوة ما بين وما بين الأرض أو الجاذبية الأرضية. قانون الجذب هو بنفس الطريقة، لكن بتبقى الفكرة في إنه يكون مفعل عن شخص وغير مفعل عن شخص آخر. أيوة، ودي بترجع للإنسان في نفسه، هو اللي بيحاول يفعل الحاجة دي أو يبطل المفعول بتاعه. الأساس في الجاذبية أو في قانون الجذب إنه أنت تفعل حياتك من الداخل، تحاول بقدر الإمكان إنك أنت تضع أفكار، أفكارك دي تضع عليها مصوغات، المصوغات دي تضع عليها خطة، الخطة تحاول تتدرج في تنفيذها إلى أن تصل للحاجة اللي أنت عاوزها. وهنا بتكمن أهمية القانون الجذب. نعم، بلا شك. الحاجة دي يمكن بتحتاج برضو لتعلم، لأنه ما لم أنت تكتشف الحاجة ما هتقدر تتعامل معها. أغلب الناس اللي تعاملوا مع قانون الجذب تعاملوا معه في الحاجات الأساسية، هم أغلب الناس يمكن بيتعامل مع قانون الجذب بطريقة غير مباشرة أو من غير معرفة أساسية للفكرة بتاعت قانون الجذب، لأنه إحنا ساعات يمكن في حياتنا العادية بنحقق كمية من قانون الجذب في 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 حياتنا العادية، لكن نحن ما بنكون مدركين إنه ده قانون بتاع الجذب. أنا داير الحاجة الفلانية، يبقى معناتها الحاجة دي هي أساسا ما موجودة. عشان أنا أصل للحاجة دي بالضرورة إنه أنا أتبع مجموعة بتاعت مراحل، مجموعة بتاعت أفكار، مجموعة بتاعت حاجات عشان أنا أصل للحاجة دي. نعم، يلا، تغيير الحياة دايما مربوط بتغيير المشاعر. المشاعر هي بتتحكم في الحاجات دي. أنا طلبت حاجة، بيبقى معناتها أنا بجتهد في إنه كيف أنا أتحصل على الحاجة دي.
وده الاساس في قانون الجذب. طيب باشمهندس مروان، في كثير من الناس بيتكلموا عن الحديث القدسي في معناه انا عند حسن ظن عبدي به. نعم، خير فخير. نعم، وان شر فشر. نعم، وبيربطوا الحاجه دي بقانون الجذب، هل صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح بمكان طبعا. ليه؟ لانه هي بتعتمد على الفكره. أنا زي ما قلت قبل شوي إنه هي المشاعر، المشاعر هي الأشياء الأحاسيس الداخلية داخل الإنسان اللي هو بيقوم بترجمها للخارج. فأي حاجة أنا بتكون داخلية هي بتكون أمنية، يعني قبل ما هي تترجم بتكون هي عبارة عن أمنية. صحيح. بيقول لك إنه كل ما هو موجود في العالم، كل ما هو موجود في العالم كان عبارة عن أفكار، بعد ذلك ترجمت لواقع وأصبحت حاجة مادية. نضرب مثال، يعني مثلا السيارة العربية العادية دي اللي هي كانت في البداية فكرة انه حاجة تسهل السير والحركة والسرعة، يعني تنجز مجموعة بتاعت مهام في وقت واحد. الفكرة دي قاعد زول عمل عليها، حاول يطور في انه مثلا، يعني هي ما بدت ومدت مدرجة، يعني اللي هي من الاحصنة للسيارات البخارية للسيارات اللي بتشتغل بالوقود الفوري، بعد ذاك وصلت لغاية مرحلة انه حاليا السيارات الصديقة للبيئة. صحيح. يقول معناته كل مرحلة بتحتاج انك انت تعمل الفكر بتاعك في انك انت تخرج بنتيجة جديدة. الحاجة دي بتتحكم فيها شنو؟ بتتحكم فيها احساس الانسان وشعوره الداخلي واحتياجه للحاجة وسعيه لها. صحيح. يعني الثلاثة مراحل اللي انت ما حققتهم ما بتقدر توصل للحاجة دي. الفكرة انه بالضرورة يكون في تهيئة، يعني انت تكون مهيئ داخليا انك انت تعمل الحاجة دي. وانا حركز على آية مهمة جدا، وانا يمكن حكرر الآية دي كثير عشان ترسخ في اذهان المشاهدين في انه الناس تقدر تفهم كيف انها هي تتعامل مع الحياة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى. يبقى معناته شنو؟ ربنا سخر لك الحياة كلها قدامك، لكن ما لم انت تبذل الجهد تجاه الحاجة ما حتحصل عليها. طبعا ما بتحصل على الحاجة، بيبقى معناته انت بمقدار احتياجك للحاجة بيكون كدك واجتهادك وتعبك وإصرارك في أنك أنت تحصل الحاجة دي. نعم. جميل. إذن يعني كلام مفيد وإضاءات جيدة جدا في هذا الموضوع، وسيتواصل هذا الفيض الوافر يا خليل في هذه المعلومات الجيدة عن هذا الموضوع الكبير، ونحن كذلك نسعد بكم مشاهدينا ونسعد باتصالاتكم وأرائكم حول هذا الموضوع على الأرقام التي تظهر الآن تباعا على الشاشة. قانون قانون جميل يا خليل وشيق. هو سبحان الله يا محمد، يمكن يعني الكلام عن قانون الجذب مهم لأنه مرتبط بتحقيقنا لأهدافنا، بوصولنا لغاياتنا، بكيف إنه نحن نقدر ونستطيع ننجز الأشياء اللي حابين ننجزها في الحياة. وكل إنسان أكيد محمد هو راغب إنه يكون إنسان ناجح، يكون عنده بصمته في الحياة، يكون عنده إسهامه في الوجود، لكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال المعرفة الحقيقية والسليمة والصحيحة. صحيح. للاستفادة من الأشياء اللي ربنا وهب لنا يعني. صحيح. في الحياة. نعم. في سؤال يعني يمكن يكون يا محمد الآن كثير من الناس بيتكلموا عن إنه الغرب أو الغربيين عموما أو الغير مسلمين يعني. نعم. وصلوا لتحقيق كثير من النجاحات الكبيرة جدا. صحيح. اللي نحن يمكن نكون ما وصلنا لها. نعم. هل ممكن نتعامل بقانون الجذب باعتباره انه يعني دي 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 سنن الكون؟ نعم. الانسان اللي قدر يستفيد منها بيستفيد منها. نعم. لانه ربنا وهب للانسان. نعم. واللي ما فعال زي ما انت ذكرت قبل ما بيقدر يستفيد منها. نعم. هي يمكن الحرب بقت ما حرب اسلحه. صحيح. هي حرب بتاعت افكار في الاساس. نعم. يمكن هو الحق الانسان بيأسف بما قال اليه يعني القوة الإسلامية بصفة عامة، يعني يمكن من الوهن والحاجة اللي يمكن هسه بتمر بها العالم الإسلامي بصفة عامة. نعم. مشكلة كبيرة. لكن الناس ترجع لورا شوية، يعني لو رجعنا لورا شوية بداية الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية دي وصلت مرحلة بتاعت التوسع يعني حاجة غير طبيعية. ده كله كان بإيمانهم بالحاجة اللي هم عاوزين يصلوا لها، وبمجموعة المقومات والأفكار والطموحات والآمال اللي زرعت فيهم من خلال الإيمان اللي زرعوا فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة المحمدية والتشريع الإلهي، دي ثبتت في الناس كمية من القيم والمفاهيم خلتهم منهم هم يحاولوا بقدر الإمكان يتطوروا ويتوسعوا.
جميل. ودي الحاجة اللي عملت الفتوحات يعني الإسلام بعد وصل أوروبا. كانت أوروبا عبارة عن يعني يمكن وضعها كان متأخر جدا. صحيح. الإسلام هناك قدر يخلق مكانه يعني. صحيح. الأندلس حتى الآن الحضارة الإسلامية باقية موجودة في الأندلس، وكانت عبارة عن فتوحات، ما كانت هي فتوحات عسكرية فقط أبدا، هي فتوحات عسكرية، فتوحات إيمانية، فتوحات ثقافية، أفريقية، ثقافية، حضارية كذلك. ويمكن لو رجعنا لورا بنلقى كمية من العلماء هم عرب في الأساس، لكن بيبقى كيف إنك أنت تستفيد وتتطور وتحافظ على هذه الحضارة. نعم. يعني سنتابع إن شاء الله هذا المحور معك. نعم. باشمهندس مروان، لكن عقب أن نتلقى اتصال أم عبد الله من نهر النيل. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ خليل وحي الدكتور. الله يديك العافية باشمهندس. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك حبايبي. الله يتفضل يا أم عبد الله. والله أنا برضو بسأل الدكتور إنه الإنسان لو بقى قوي ومبدع ومتراجع من إبداعاته ممكن يتعلم أكثر من 10 صنعة. يعني في إبداعات مثلا النجار مبدع، النجار مبدع، المنجم، يعني كل الإبداعات دي والناس ماشية في تطور. صح. وفي لها طلب وفي لها تسويق، يعني في سوق العمل. لكن نحن عندنا الشعب السوداني ده مثلا الولد الشاب يقول لك انا ما ببقى مزارع، ما ببقى رسام، ما ببقى منجد، ما ببقى كده، يعني عندهم ثقافه العمل. والمرأة ذاتها انها لو قدرت تبقى مبدعه في بيتها ذاته ممكن تتعلم تطريز، ممكن تتعلم خبايز، لو ما يعني راجلها ما قبل انها تطلع برا تشتغل عشان اولادها وتحافظ على بيتها في الزمن الصعب ده، انه الاطفال الواحد يعني دايرين يعني الواحد يكون راعي معاهم. صح. يعني ممكن في بيتها تكون مبدعه وتعمل مصدر ده. والانسان يعني انا في اعتباري انه ما يعمل المشوره للناس ويتراجع بكلام الناس. صح. يكون عنده قناعاته وقوته، يعني يعمل حاجاته براه وبقناعته، يعني انه شنو يكون عنده التحدي. جميل. اكيد. صحيح. شكرا جزيلا يا ام عبد الله من نهر النيل على المشاركه. نعم بنحييها جدا. عندك تعليق على كلامها؟ والله كلام يمكن لمس الموضوع. أي. صحيح. لكن انا داير اوصل فهم برضه لام عبد الله انه اي القناعات هي بتمثل نسبه كبيره، لكن في حاجه اهم من ذلك من الاصرار. العزيمه والاصرار. صحيح. والترتيب، الترتيب في انك انت كيف تصل لحاجاتك، دي الحاجه المهمه في في في, في الموضوع. قانون الجذب بيعتمد على مصوغات أساسية أنت إذا وفرتها بتضمن نهاية النتيجة. صحيح. يلا الكلام ده طوالي بيقودنا للسؤال المهم جدا. نعم. والسؤال الأساسي جدا أكيد. نعم. اللي هو في كيفية تطبيق قانون الجذب. صحيح. نعم. وتفعيله. هو تفعيله ده دائما بيكون من الداخل. يعني الـ 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 الإنسان بداخله بيتحكم في محيطاته. كويس. بتخلق فكرتك، مستقبلك، فهمك، حياتك، أسلوبك في الحياة، الطريقة بتاعت دراستك، الوضع المعيشي، الحياة دي كلها بتخليها أنت من الداخل، تخليها من الداخل، بعد ذلك بدي ترجمها في الخارج. ليه؟ لأنه الفكرة أنت بتختمر الفكرة بالداخل، بعد ذلك بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت بعد تخرجها للخارج تحاول تبحث عن المعينات. انه عشان انا احقق الحاجه الفلانيه بالضروره انه انا اعمل الحاجه، يعني انا مثلا درب مهندس اذا ما درست الجامعه ما ببقى مهندس. طبعا. ممكن اكون حاجه ثانيه، ممكن تكون ده حاجه ثانيه قريبه من الهندسه لكن ما ببقى مهندس. صحيح. ما لم انا ادرس الجامعه والتزم بالمحاضرات وانزل الامتحانات ولغايه ما اتخرج ببقى بعد كده انا ببقى مهندس. حتى بعد ما انا ببقى مهندس بحتاج لكميه من الحاجات عشان تثبت الحاجه دي. الرقم الهندسي، المجلس الهندسي، بعد ذاك الكورسات، الدورات عشان انا احاول اطور في الحاجه دي. صحيح. يبقى الفهم شنو؟ بتبدا انه ما تفكر فيه كثيرا، ما تفكر فيه كثيرا تنال منه المزيد، ده القانون الاول. جميل. ده اللي هو بيلخص لك كل الموضوع، اي حاجه انت داير تعملها تفكر فيها كثير. قدر ما انت فكرت في الحاجه كثير هي بتسيطر على عقلك. صحيح. سيطرت على عقلك بتسيطر على حركتك. سيطرت على حركتك معناته انت اتجهت في اتجاه تحقيق الحاجه اللي انت عاوز توصل لها. حقيقه. جميل. نعم. قبل ما نمشي نشوف القانون اللي بعده،
معانا اتصال من الخبير الأسري المعروف دكتور موسى عبد الرؤوف التكينة. دكتور موسى السلام عليكم وصباح الخير. صباح الخيرات أستاذ محمد، كيف حالك؟ الله يديك العافية، مرحب بك وحبابك آلاف معنا. الله يبارك فيك. الله يديك العافية بابك، مرحب بك، وأكيد سعيدين جدا والله بالاتصال والمشاركة في أنفاس الورد ونشر الفائدة وتعميم الفائدة بالنسبة للسادة المشاهدين. الله يسعدك يا رب ويسعد أخونا. الله يديك العافية. دكتور موسى، يعني لو بدأنا نحن الآن نتحدث عن قانون الجذب، الفائدة التي تأتي للإنسان في حياته من هذا القانون، ما هي الفائدة التي يجنيها؟ أولا الشكر الجزيل لباشمهندس مروان لهذا الحضور الأنيق، والتحية لكم أنتم كمان، الله يعني منورين الشاشة. الله يسلمك. حقيقة يعني أنا كنت أتوقع أن أخونا باشمهندس مروان يتحدث عن تأصيل قانون الجذب. يعني تأصيله من ناحية إسلامية، إلى أي مدى أنا كمسلم أستفيد من قانون الجذب؟ جميل. الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي وليظن بي عبدي ما يشاء. يعني ده محور أساسي للانطلاق في اتجاه أنه أستفيد من قانون الجذب كأنا إنسان مسلم. هذه من ناحية، وعندي تجربة في تأصيل هذا القانون ونقلناه نقلة كبيرة جدا، من كون أنه هو قانون قربي أو فينيقي أو هو مصري أو هو روماني أو إلى آخره، إلى قانون إسلامي. بمعنى أن المسلم العادي يستفيد منه. وجربناه في الداعيات في مركز السيدة عائشة وأمهات المؤمنين، وطبقناه تطبيق عملي في انهم هم يعني يجذبوا الشيء اللي محتاجينه في حياتهم مباشره. جميل. فالحاجه الجميله انها طبقت، وهم اختاروا انه يبحثوا عن الزوج المثالي في حياتهم. فطبقوا القانون، والغريب ان 36 بنت خطبا في خلال 28 يوم. سبحان الله. ما شاء الله دكتور. عجيب. ما شاء الله. كانت حاجه عجيبه شويه. دي بشرى جميله يعني. اي نعم، فهو قانون فعال، لكن اذا ما اصل تاصيلا اسلاميا يمكن ان يحقق طفره كبيره جدا جدا ونقله في حياتنا الاجتماعيه وفي حياتنا المستقبليه كما قال الباشمهندس. يعني نحن محتاجين، يعني انت في القاعه اللي انت قاعد فيها والاستوديو اللي قاعد فيه ده، انت بتتنفس غنوات وبتتنفس تلفونات وبتتنفس اشياء كثيره جدا. صحيح. بس ما عندك ما يوصل هذه الاشياء. اذا انت حضرت الان 100 تلفزيون حتشوف 100 غنى. و1000 هاتف حتسمع 1000 مكالمه. صحيح؟ لكن ما عندنا الاليه اللي بتخلينا نحن نشوفها. فبالتالي نحن محتاجين لواسطة لجمع هذه المعلومة. طيب عدم وجودها نحن ما شايفينها لا يعني أنها غير موجودة. صحيح. الله لا نرى لكنه موجود، لا نرى الهواء لكنه موجود. سيدنا موسى مر على واحد وهو بيدعو يا الله يا الله يا الله يا الله، فقال ربي دعاك فلم تجبه، قال يا موسى ادعوني وقلبه مع غنمي. برضو نستفيد من المسألة دي. صحيح. فنحن يعني نفس الشيء محتاجين الان، عشان انا اشوف طيبه محتاج ريسيفر وشاشه وطبق. وحقيقه الله سبحانه وتعالى اوجد هذه الاشياء في الانسان موجوده. عيونك شاشه، ايديك طبق، قلبك والريسيفر بتاعك. فاذا ما وجهت الطبق والريسيفر بتاعك لله مباشره وكنت مخلص موقن بان الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما تريد، الله سبحانه وتعالى حيجذب لك فورا ما تريد. وزي ما قلت لك عملناه مع بنات الداعيات ديل، اتخطب واحد كمان بارغ زوجة العيار عقدوا لها في قاعده. ما شاء الله. يعني انا يعني اتمنى من باشمهندس، دي مداخله صغيره، اتمنى باشمهندس يحاول يصل لنا المساله تعطيل شرعي عشان نوصل فيها للنتيجه. جميل. دكتور موسى شاكرين ومقدرين، ان شاء الله في حلقات قادمات تكون معنا على الهواء في الاستوديو ان شاء الله. اكيد. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. واكيد باشمهندس مروان عندك تعليق على ما ذكر دكتور موسى. والله اول حاجه تحيه لدكتور موسى، يمكن من الشرف وال 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 والفخر انه تكون المداخله من دكتور موسى التكينة، اللي هو الرجل الذي له بصمه واضحه. صحيح. يمكن في المجال الاعلامي بصفه عامه والمجال التدريبي على وجه الخصوص. صحيح. يعني يمكن له بصمه واضحه جدا، ونسال الله ان ربنا يوفقه في انه يواصل
الطريق حتى النهايه، لانه دي يمكن من 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 مهن الانبياء انك انت توصل المعلومه وتصحح المسار وتهدي الناس الى السبيل. اوكي. يمكن هو المداخله فيما يتعلق بالتقصير، ايوه، جاءت قبل، يعني احنا انا معيد للحاجه تماما، لان يمكن انا يمكن اغلب الحاجات انا في مجال التنميه البشريه سعي للتقصير. صحيح. يعني حتى في التدريب انا كان قدمت ورقه بتاعت عمل في خبراء التدريب العرب الاول عن شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي المدرب الاعظم، واسقطت النظريه على نظريه خبر جانج. فالتأصيل هو اساس موجود، لانه يمكن دي حاجه من تعاليم ديننا الحنيف اللي هو الاعتقاد بتاعنا الاساسي اللي احنا بنتعامل به مع الـ مع الـ مع الـ المحيطين بتاعنا، سواء كان الديانات الاخرى او عكس لصوره الاسلام في شخوصنا او في افعالنا وفي اقوالنا وفي احوالنا احنا بنتعامل بها مع الناس. قانون الجذب انا انت بعد قطعتني في انه ما نفكر فيه. كانت النقطه الثانيه طوالي اللي هي ادعو الله وانت موقن بالاجابه. يا سلام. واكيد ده دي من القوانين الاساسيه. نعم. من قانون الجذب. نعم، من القوانين الاساسيه انك انت تدعو الله ما تريد الحاجه اللي انت دار تجذبها دي، تدعو الله انك انت الحاجه دي دار تصليها. صحيح. وما تكون واحده، يعني تكون متكرره. ليه؟ لانه زي ما قلت انه كل ما انت شغلت عقلك بالافكار الفكره بعد كده الجوارح بتستجيب ليها. نعم. عشان كده حتى في الصلاه بتاعتنا العاديه بعد نجي نصلي بالضروره انه نستحضر الخشوع. صحيح، عشان يحصل تاثير. نعم، الخشوع بيخلي الانسان في حاله بتاعت سكينه، بعد ذاك استجابه الجوارح للحركات بيكون اسهل. فبالضروره انك انت تحاول تنمي الحاجات من داخلك بعد ذاك تخرج الى الخارج. في موضوع يعجبني الفأل، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم هو تفاؤل، انت بتكون عندك رغبه لبعض الاشياء ومتفائل انها حتحصل يعني. طيب يلا يبقى معنا قبل ما تجيب عندنا احمد من حلف الجديده، نشوف ونجرى لك ان شاء الله باشمهندس يجاوب على السؤال. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحب حبابك، بس اسمعنا من سماعه التلفون واقفل صوت التلفزيون نهائيا. تمام. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحب بك، تفضل يا احمد حبابك. احمد الشيخ من حلفه. مرحب بك وحبابك والله. يمكن ناس بتتكلم في قانون الجذب، وعندنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلق لوحدكم بالثريا لنالها. صحيح. يلا انا ممكن اكون طالب شيء زي ما قال الباشمهندس، مثلا داير اقرا واكون نايم في البيت وقول يا اخي ربنا بيحقق لي الحاجه دي. صح. صح. لازم انا اجتهد وسعه وفي ما قال اتحرك، حتى لو داير مثلا من الصباح اقول مع والله انا داير اذكر مثلا فول اقل شيء. ممكن انا اكون نايم في البيت واتخيل الحاجه دي تجيني برايها، لانه لازم اسعى اسعى عشان احقق. صحيح. واي برنامج انا داير اسعى له لازم اضع له بعض الخطوات وبعض المراحل عشان اصل لنتيجه تحقيق لي الاهداف اللي انا اصلا وضعتها. اكيد. صحيح. فدائما الباشمهندس يوضح لنا مثلا النقاط اللي ممكن انا اتبعها عشان احقق قانون الجذب. تمام، جميل. هي ذات الشغالين فيها الان. جميل. شكرا لك يا احمد، الله يخليك، جزاك الله خير. طيب. وطبعا نحن حريصين انه نسمع مشاركات الساده. نعم. المشاهدين. نعم. وفي نفس الوقت الموضوع نسمع يعني هو من حقهم ومحتاج التركيز. صحيح. يعني. نعم. جميل. نحن نواصل نجيب على النقطه اللي هي اللي ذكرها خليل في مساله انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل تفاؤلا. نعم. وايضا الحديث اللي ذكره الاخ احمد قبل قليل. نعم. لو تعلق احدكم بالثريا لنالها. نعم. يبقى معناته شنو الفهم في انه كيفيه انك انت تستعد داخليا، تهيئ نفسك داخليا عشان انت تعمل التغيير اللي هو يكون حوالينك. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى معناته شنو التغيير بياتي من الداخل، بعد ذاك بينعكس للخارج. الفكره في انك انت الفأل الحسن اللي هو بينتقل معاك للمستقبل، دي احنا ممكن نضرب لها مثل ب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، او الواقع الحادثه اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسراق بن مالك. نعم. فسراق بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك؟ قال له اذا البستك سواري كسرى. سواري كسرى ونطاقه وتاجه.
ده بس عشان هو يكتب منه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة بتاعته هو ماشي على المدينة. فهو في اللحظة دي اقتنع قال خلاص اوكي ما في مشكلة انا ما عندي مشكلة. مر الزمن توفى الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى جاء بعده ابي بكر وتولى الخلافة بعد العشر سنوات انقضت جاء سيدنا عمر. الفترة دي كلها كانت الجيوش الإسلامية تواصل الزحف بتاعها والتوسع إلى أن وصلت كسرى. بعد الغنائم تم الحصر بتاع الغنائم كان من بينها سواري كسرى ومنطقته وتاجه. فسيدنا عمر بن الخطاب بعد جاء عمرو بن العاص سلموا الحياة دي قال له أين سراق لأن سمع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابقى هنا المسافة ما بين الوعد وحتى الإنجاز هي كانت مرحلة بتاع السعي وعمل. ودي الحاجة اللي بتميز قانون الجذب إنه مرات الاقتناع بأنك أنت حتصل للحاجة دي هي اللي بتخلي الناس تحديد الهدف. نعم. والسعي من أجل الوصول لهذا الهدف. نعم عشان كده أنا قبل قلت أنه حكرر كثير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يبقى الحاجة اللي أنت بتجتهد عشان أنت تحصلها هي الحاجة اللي أنت بتصلها في النهاية. ونال سراقة ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن بعد فترة من الزمن. أيوة. أحمد الشيخ أخونا أحمد الشيخ المتصل قبل قليل قال داير الحياة الأساسية اللي هي بتخليه إنه يتملك كيف إنك أنت تتعامل مع قانون الجذب. قانون الجذب يعتمد عليه إنك أنت أول حاجة الحاجة اللي أنت عاوز تفكر فيها كتير. كل ما أنت فكرت في الموضوع بكثرة كل ما كان تملك من جوارحك وخلاك بعد كده إنك أنت تتعامل مع الحاجة دي على سنها هي داير تنجزها. الحاجة الثانية إنك أنت تدعو الحاجة اللي أنت داير تجذبها. الدعاء هو شنو؟ هو استجداء. نعم. يعني انك انت بتحاول بقدر الامكان انك توصل الحاجه اللي انت عاوزها لفظا. الحاجه الاهم من ديل في قانون الجذب ودي اهم نقطه اللي هي انك تحس انك انت انجزت الحاجه دي. الاحساس انك انت انجزت الحاجه دي هو اللي بيوصلك للنتيجه دي في النهايه. ايوه. فالاحساس دائما بيخلي الانسان يعني دائما الناس يمكن الحاجه دي بتلاحظها في المخترعين في الناس المبرزين في العلوم الناس دائما بتخيل النهايات. يعني دكتور خليل ما بعيدة ما انت اساسا بديت انت طالما بديت من الابتدائي الى من الاساس الى الثانوي العالي الى الجامعه يبقى معناتها في ثاني مراحل انت ممكن تصلها يعني. صحيح. فيبقى شنو هي على حسب حالك كنت بفكر الموضوع ده يعني خلاص ما داير الله داير وجزم معناها لا الان يعني قبل شوي لما انت تتكلم عن الموضوع يبقى معناتها يلا بعد كده بتبقى انك انت تفعل الحاجه دي في داخلك. أيوة. تفكر في الدكتوره هو ده الجد. نعم. تفكر في الحاجه دي بكميه تحاول بقدر الامكان انها هي تكون مسيطره على حاجاتك تطلع ورقه وقلم وتضع الخطه بتاعتك تحلم بها مش حلم فقط هي يمكن حتى خطوات عمليه. أيوة. انه حتى ممكن تضع حاجه اسمها التايم تيبل تشوف الاشياء فتره من كده لكده انا ابحث عن الموضوع في الفتره من كده لكده انا ابحث عن التسجيل في الفتره من كده لكده انا ابدا الدراسه في الفتره من كده لكده انا اتخرج ودي تكون بورقه والورقه تكون ملازمه لك عشان انت هي تديك حافز في انك انت كل ما ما ما, ما فكرت في انك انت مثلا تنتكس او ترجع بتبقى ايوه تذكرك الحاجه دي. جميل. انا داير اوصلك لحاجه ثانيه. سيدنا موسى عليه السلام بعد فكر في انه هو يستزيد من العلم في الروايه بيقول هو نبي الله الخضر قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. شوف هنا الطلب طلب العلم والتادب في طلب العلم والسعي في طلب العلم والقيمه اللي هو داير يجنيها من الحاجه دي. نبي الله الخضر قال لسيدنا موسى قال له يعني بما معنى الآية إنه إذا ترت تبيني حاجة أنا ما وريتك لا ما تقولها يعني حاجة ما وريتك لا ما تزني منها يلا عشان كده قام صادف كمية من الحاجات اللي هو أساسا كانت بالنسبة لتصوره ولفهمه ولتفكيره ولمعيشته والبيئة طلع منها كانت حاجات كلها مرفوضة. صحيح. نعم. جميل. معنا اتصال من أميمة من الجزيرة. أميمة السلام عليكم. أميمة أميمة أسمعين من سماعة التلفون واقفلي صوت التلفزيون. عليكم السلام ورحمه الله. حبابك يا اميمه. حبابك يا اميمه. اقفلي الصوت اقفلي الصوت اسمعينا بالتلفون بس لو سمحت يعني عشان نقدر نتواصل بوضوح. اوكي طيب.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبابك. السلام عليكم يا أستاذ فنيل. مرحبا بك يا أميمة حبابك والله. يا مرحبا مرحبا أميمة. لسه الصوت بيتردد بس أسمعيني من التلفون وأقفل الصوت نهائيا. طيب نحن بنعتذر لك يا أميمة لأن الصوت صراحة ما كان واضح. نحن بننوه يا خليل تنويه لكل مشاهدين الكرام، أي شخص حاب إنه يتصل بينا يقفل صوت التلفزيون وبعد ذاك يبدأ يتصل عشان الواحد يكون داير يسمع صوته يعني الإعادة إن شاء الله. الإعادة الساعة من الواحدة إلى بس من أجل إنه التواصل يكون بشكل أول أفضل. حلقة كمان بتكون على يوتيوب يا خليل. نحن ننوه لكل مشاهدين الكرام إنه نسعد بمتابعتهم لحلقات أنفاس الورد على اليوتيوب كذلك ومواقع التواصل الاجتماعي. أكيد نعم. نتواصل في النقاط اللي ذكرتها في مسألة كيف النقاط التي يستفاد منها في هذا القانون. نعم. الشعور الداخلي هو بيتحكم في الحياة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. يبقى معنا هذا شنو؟ التمارض هو ما مرض. التمارض في الأساس هو ما مرض، هو ادعاء المرض. يلا انت بعد تدعي المرض بتصل مرحله بتلقى نفسك انك انت مرطه في يعني مرطه صحيح. ايوه عشان كده عشان بوريك انه الاحساس الداخلي والحياه الداخليه هي اللي بتتحكم في الحياه. صحيح. عشان كده في المستشفى بيقول لك نفسيه المريض اهم من اهم من العلاج. نعم. اهم من العلاج لانه هو بيمثل نسبه كبيره جدا في انك انت تتعافى. فبيبقى معناته الفهم في انك انت الاحساس الداخلي والشعور الداخلي هو بيتحكم في الحياه الخارجيه. بتلقى دائما انه الانسان اللي بيحس بالضيق والضجر والتعب دائما بيكون مكسل، حركته ذاتها بتكون بطيئه او بيكون تعبان، بتحس بانه كده يعني زول ما اكتف. لكن في طاقه داخل الانسان اذا انت فعلتها بتلقى انه الحاجه دي يعني 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 هي 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 طاقه كبيره جدا. والحاجه تظهر في المخاطر، يعني بتلقى الواحد مثلا ما بيقدر يتحرك لكن ولده لو مثلا داير يرجع ممكن الحركه اللي بيعمله هو بتستغرب فيه عنده. صحيح. تجي راجع من الشغل تعبان في نهايه اليوم ما بس يا رب زي ما بيقولوا توصلني السرير. بتصل البيت بتلقى انه في واجب مهم جدا بخليك انك انت الثاني تطلع مثلا واجب بتاع عزاء او حاجه بالشكل ده. يلا دي الطاقات الداخليه المختزله الموجوده الغير مفعله. دي انت بعد تجي تفعل الحاجه دي داخلك هي بتتحكم في انك انت تقدر تصرف حياتك. عشان كده الانسان قدر ما حاول انه يطور من حاجاته الداخليه، ودي برضه بتبقى بالتمارين بالمناسبه. عشان كده انا قلت انه اذا انت دار تفعل قانون الجسد داخلك بالضروره انك انت تكسر من التفكير، تفكر بكسره عشان الحاجه دي تتملك داخلك بعدها تنعكس على الخارج. نعم. الايمان بالقدرات ده برضه على ما يبدو من ثنايا حديثك في ثنايا حديثك انه محتاج له جدا في مساله قانون الجذب. نعم بلا شك. ليه؟ لانه انت بتعرف حدود امكانياتك، كل الامكانيات، الامكانيات الفكريه، الامكانيات الماديه، الامكانيات العقليه، الامكانيات الجسمانيه، الحياه دي كلها انت قادر الحياه بنفسك. صحيح. فانت بمقدار حاجاتك دي بتقدر تتحكم في انك انت كيف تصل للحاجه دي. الحاجه المهمه انه زي ما قال جبال دكتور موسى انه تاصيل الحاجه دي، الحاجه دي كلها سيره. ورجعنا احنا قصه سيدنا موسى، الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، القصص بتاعت سراق ابن مالك، الحاجه دي كلها ده تاصيل الحاجه. الحاجه دي كلها موجوده عندنا في الاسلام وهي يمكن خلقت واقع اللي هو لغايه ما وصلنا هسه بعد 1400 سنه وصلتنا الحاجه دي. ابن القيم بيقول ان الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب عمل آمل. التأميل هو انك انت تفكر في الحاجة وتتمناها عشان تحصل. صحيح. وده هنا قانون الجذب. عشان كده بقول لك انه اخر قانون واللي هو الاساس بتاع الحاجة دي انك انت تتصرف كأنما ولو كان الامر قد تحقق. يا سلام. كأنه تحقق، يعني هي الحاجة انت لسه بتفكر فيها ليتحقق. لكن ايوه يعني مثلا تفكر في انك انت عريس يعني وبتبشر وصح. يعني في ناس يقول لك فجأة والله انا فكرت انه اتزوج وربنا تم الموضوع. نعم يعني نعم نعم. نحن سبحان الله يا باشمهندس حقيقة قانون الجذب طبعا موضوع كبير جدا. نعم. نستطيع انه نقول في الحلقة دي بس حاولنا انه ندي اضاءات نعم فيه. نعم. اشارات بسيطة. الحلقة الجاية ان شاء الله. طيب الحلقة الجاية حنفتح قانون الجذب. كل الناس اللي تابعونا اليوم صحيح يتعرفوا فقط يعني كتعريف بقانون الجذب، لكن
المهارات والأشياء العملية والأشياء اللي ممكن نحن من خلالها نقدر نستفيد من القانون الجذب ونفعله. نعم. دي حنعرف المرة الجاية إن شاء الله. شكرا باش مهندس مروان عبد المحمود عباس المدرب في مجال التنمية البشرية، شكرا على هذه الإضاءات الجيدة، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في ذات الموعد بإذن الله تعالى. أنا شاكر لكم جدا الله يديك العافية خليل وأستاذنا محمد عمر. الله يديك العافية الشابين النيرين كما الله يديك العافية الله يسلمك الله يديك العافية. سعيد جدا في أن أنا أكون معاكم، نتمنى أنه نكون قدرنا نعكس ولو جزء بسيط من موضوع قانون الجذب عشان الناس تقدر تستفيد من الحياة وتفعيل الحياة دي في داخلها. إن شاء الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وتعالى.